نعلن عن رفضنا القاطع لمشروعية الانتخابات المبكرة وعدم اعترافنا بشرعية ما يترتب عليها من مخرجات، كما ندعو السيد رئيس الجمهورية بصفته حاميا للدستور والمحكمة الاتحادية بصفتها الدستورية وحكومة تصريف الأعمال ونقابة المحامين إلى ما يأتي. 1. نطالب المحكمة الاتحادية العليا بعدم المصادقة على نتائج الانتخابات لأن نسبة المشاركة فيها لم تبلغ أكثر من 50% من الشعب، وأن تعلن عن بطلانها ومخالفتها للقاعدة القانونية والدستورية. 2. نطالب نقابة المحامين العراقيين بإبداء رأيها القانوني حول شرعية نسبة المشاركة وبيان موقفهم الساند لحقوق الشعب والمدافع عن مصلحة الوطن، ونناشدهم بدعم موقفنا الرافض للهيمنة على مقدراتنا ومصادرة إرادتنا الحرة حتى نتمكن من تحقيق التغيير والخلاص المنشود